ما هي الطريقة الشرعية للتخلص من الأوراق التي تحمل اسم الله تعالى بعد انتهاء الغرض منها كالخطابات مثلا والجرائد؟ هل يكون التخلص منها كما نتخلص من الأوراق العادية أم أن هناك طريقة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. الأوراق التي يظهر فيها اسم الله جل وعلا أو فيها شيء من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو فيها شيء من كلام أهل العلم بالأحكام الشرعية والمقالات الدينية ما أشبه ذلك مما له حرمة، فهذه الأوراق ينبغي أن لا تلقى في المزابل وأن لا تهان، بل تتلف بإحراقها، تتلف بإحراقها أو بدفنها في مكان طاهر أو بجمعها ورفعها في مكان خاص حتى تجتمع، فإذا كثرت يأخذها ويحرقها أو يدفنها في مكان طاهر. المهم أنها لا تبتذل وتمتهن وفيها أسماء الله أو فيها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو مقالات دينية، لأن هذه لها حرمة فلا يجوز امتهانها. أما ما لم يستطع الإنسان متابعته هذا لا حرج عليه فيه، لكن هذا في الممكن، الأشياء الممكنة. نعم، جزاكم الله خيرا.